السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الشكر. سيدنا سليمان عليه السلام لما استمع للنملة وتبسم ضاحكا من قولها مباشرة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شكر. سيدنا سليمان كذلك لما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يقول هذا الكلام لجنوده من الجن والإنس وغيرهم، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والثاني الذي عنده علم الكتاب قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، تغمض فتح تلاقي العرش عندك من اليمن إلى الشام، يا الله، وعرش عظيم. فلما رآه مستقرا عنده كان بإمكانه يقول: هذا الملك وإلا فلا، هذا السؤدد وهذه القوة، ويفتخر بعزه وبما أتاه الله، لكن قال: هذا من فضل ربي، يا الله، هذا من فضل ربي، يا الله. ما يحتاج أن الإنسان يفخر ويتفاخر قدام الناس بالنعم اللي هي أصلا من عند الله عز وجل. طيب، اللي أعطاك إياها الله، وما بكم من نعمة فمن الله. شايف كيف؟ سليمان عليه السلام يقول: هذا من فضل ربي. ليش؟ قال: ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى. أشكر الله. صباحكم شكر وحمد وثناء. أكد على مسألة أن الشكر قيد النعم، ها؟ الشكر قيد النعم. إذا أردت أن يحفظ الله لك أي نعمة قيدها بشكر الله عز وجل، فإن هذه النعمة ستبقى لك بأمر الله عز وجل، وستدوم وستنمو وتزيد بأمر الله. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعمة زائد شكر يساوي زيادة.